دكتور شريف، خليني أتكلم يعني بشكل خاص أكثر عن مسألة مصطلح الإرهاب أو مفهوم الإرهاب، لأنه لما بنيجي نتكلم مع الخبراء بيقولوا لنا إنه التوازنات والمصالح الدولية هي التي تحكم مسألة تعريف الإرهاب. يعني إيه التوازنات والمصالح الدولية هي اللي بتحكم؟ لا، أنا هو طبعا أنا مع احترامي لهذا المنطق، ولكن الأول خلينا نعرفها تعريف الناس تفهمه. الإرهاب هو أن يستغل فرد أو جماعة أو دولة أو منظمة أساليب ضغط على فرد أو جماعة أو دولة أو منظمة من أجل فرض رأي أو فرض أسلوب معين بدون وجه حق، هو ده الإرهاب. وبالتالي احنا النهاردة هنقول فرد يعني ايه؟ فرد يعني يكون احد رؤساء الدول اللي هو بدون ذكر اسماء دول وعايز يفرض سياسة دولته بشكل معين على شعب بالكامل. صحيح. جماعات، اكبر مثل هو جماعة الاخوان المجرمين. دولة، اكبر مثل هي دولة اسرائيل اللي بتحاول تفرض الواقع على الشعب الفلسطيني وعلى الشعوب العربية. منظمات زي ما قلت حضرتك، منظمة حقوق الإنسان، لأن حتى معايير احترام أو عدم احترام الدولة لحقوق الإنسان هذه المنظمة بتغير فيها، يعني ما فيش كريتيريز أو معايير واضحة علشان نقول الدولة دي بتحترم حقوق الإنسان، لأن من أساسيات إذا نقيم دولة أنها بتحترم حقوق الإنسان أو لا، إن إحنا زي ما السيد الرئيس قال في المؤتمر الصحفي في ختام مؤتمر الأوروبي العربي، إن إحنا أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا. كل دولة ولها قيمها الثقافية والأخلاقية والدينية اللي بتشكل كيان هذه الدولة وتشكل كيان الشعب، اللي هو الاختلاف مع هذه القيم هو ده ممكن يعمل مشاكل كبيرة جدا في داخل الدولة نفسها. وبالتالي لما تيجي منظمة دولية زي منظمة حقوق الإنسان وهي تقيم معايير أداء دولة إسلامية، غير لما تقيم معايير دولة علمانية، غير لما تقيم معايير دولة مسيحية، كل دولة ليها قيمها الأخلاقية والروحية والثقافية اللي منها بيتم التعامل مع الشعب بتاعها. إذا خلفت القيم المرتبطة بدولة يبقى ده مش صح، لكن إذا احترمتها يبقى هو ده صح. صح، ما جيش أنا أقيس زي ما السيد الرئيس قالوا بيتكلموا عن الإعدام. إحنا عندنا، إحنا دولة، البند الثاني في الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر بتاع التشريع، وفي المشاريع التقسيمية في حاجة اسمها حد الحرابة. ايه هو حد الحرابة ده؟ ان الانسان الذي يفسد في الارض سواء يقتل او يقوم بعمل ضار للمجتمع او كما حدث في حالة اغتيال النائب العام، انه هو لازم يقتل، يصلب او يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم، يعني ده حد اسمه حد الحرابة. وبالتالي المفتي لما افتى باعدام المجرمين قتلة النائب العام فهو استند إلى نص أساسي في القرآن الكريم، وهذا النص هو ممثل لثقافة جمهورية مصر العربية. وبالتالي إحنا النهاردة الإرهاب باختصار زي ما قلت حضرتك أن يستغل منطق معين لفرض رأي معين أو لتوجيه على شعب أو فرد أو خلافه، وانه لو خالف ده يعني النهارده المعايير المزدوجه اللي احنا نعم طيب